أزولنون غاصة دراهم تيني مرحبا بكم دارنا حل كورنيش أو كادير يعني نسكا مجموعة من أكلات منزلية منهم البريوات منهم السيجار منهم بستيلة ديال الحوت منهم ليميني بيتزا بستيلة ديال الدجاج وكنديرو كذلك حلوة ديال الدوازاتاي و نسكر كذلك سليلو نسكر مجموعة حل حلوة تدوز اتاي مسمن البطبوط مهم يعني اصلا فكرة قاتين قلت ما هي مولات المشروع احنا كنعاونوها الاخوات ديالها وبيناتهم صديقات ديالنا هادي جات فرصة وبغينا نستغلوها وصافي زعما نبينو هاد الدومين. السلام عليكم، انا رقية مود، عندي محل في انسكان. المشاركة ديالي في هاد المعرض صراحة زوينة وديجا كنشارك، هادي مشاركة رقمات يعني بزاف د المرات كنشارك. المعرض زوين صراحة، المعرض زوين الصراحة وكيفتح لنا فرص كنتعرفوا على بزاف ديال الكليون وعلى كنبيعوا المنتوج وكنعرفوا الناس كأشخاص في نفس الوقت كنبيعوا المنتوج ديالنا وكنكسبوا الكليان اللي كيتبعنا للمحلات ديالنا. صراحة كنبيعوا وكنخدموا. بالنسبة للخدمة ديالي أنا كنتميز بزاف بالخدمة باليد، راندة بزاف الطرز بأنواعه والأشكال ديالو. بالنسبة لدابا كنوجدوا لرمضان إن شاء الله، كاين إن شاء الله موديلات جدادين ومزيانين وكاين الجديد إن شاء الله لشهر رمضان بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المسمى الحاج سيف الدين، مدينة الرباط. كنشتغلوا في هذا الميدان ديال التصفير وترميم المخطوطات وهادشي اللوازم ديال البيرو، كنتعاملوا مع الإدارات. شاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن، حصلنا على شواهد ديال تمر صانع ومشينا دوزنا واحد المهرجان ديال شيف زيت في الإمارات ومشينا لفرنسا، خدينا شهادة من عند رئيس ديال فرنسا السيد جاكلون في العالم العربي. بهذا الميدان هذا حنا كنتواجدوا هنا في أكادير، في مشية أكادير، باش كنوريهم هذا العرس ديال الصناعة التقليدية. السلام عليكم، معكم خديجة حيحيت رئيسة تعاونية أرتوفلاح الأعشاب الطبية والعطرية. جيت شاركت في هذا المعرض ديال الغرفة الصناعية، واخا يعني ماشي أول مرة ديما كنشارك معهم، وصراحة المعرض في المستوى. واليوم أول نهار الافتتاح تا هو داز زوين، وكنتمنى ديما يكون بحال هاد المعارض يعني كنحفزوا فيهم وكنبينوا بهم المنتوجات ديالنا وكنقدموا لهم يعني كنقدموا الناس المنتوجات اللي كيكونوا كنعرفوهم بالمنتوجات ديالنا، وكنتمنوا الخير للجميع.